أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. قبل أيام قليلة مضت أعلن أن عدد الإصابات من جراء وباء كورونا قد وصلت في العراق إلى أكثر من 1,000,000 إصابة، يعني تجاوزنا عتبة 1,000,000 إصابة وتجاوزنا عتبة 16,000 وفاة جراء هذا الوباء الخبيث. هذه الأرقام جعلت العراق في أعلى قائمة الدول العربية ودول المنطقة في عدد الإصابات وعدد الأشخاص الذين توفوا بسبب هذا الوباء، وهذا يكشف حجم الكارثة التي يعيش فيها العراق. هذه واحدة من المآسي الكبيرة التي أضيفت إلى يعني مفردة من مفردات المآسي الكبيرة التي أضيفت إلى الكارثة التي حلت بالعراق منذ عام 2003 لحد الآن. 18 سنة من كارثة كبيرة تتعمق، تكبر، تتسع، وجزء منها هذا الجزء كبير من عندها هذا الوضع الصحي. وضع صحي منهار، مستشفيات قديمة متهالكة، قدرات طبية غير قادر على مواجهة الكارثة والوباء، أدوية، معدات، كلها نقص، والحديث يجري بكذب وادعاءات خارجة عن المألوف وخارجة عن كل السياقات. أورلي غودارد، طبيبة مسؤولة عن العناية المركزة في منظمة أطباء بلا حدود، جاءت إلى بغداد وتعايشت في إحدى مستشفيات بغداد وعملت فيها، إحدى المستشفيات الحكومية، وبعد أن تعايشت في هذه المستشفى كتبت تقريرا أو تحدثت، قالت يعني عما رأته من كارثة حقيقية في العراق. قالت هذه الكارثة مهولة لا يمكن السكوت عنها. هي قالت بالحقيقة، قالت أنا رأيت جزء منها في هذه المستشفى، لكن في بيوت العراقيين، في المجتمع، في المستشفيات الأخرى ماذا يجري؟ الكارثة أكبر وأعمق، وكارثة حقيقية تجري في العراق. تحدثت عن أن الأطباء في العراق الآن يجبرون، الكادر الطبي يجبر على الاختيار بين سين وصاد وعين من الناس، ومعيارهم الوحيد في الاختيار بين هؤلاء الناس هو عمر الإنسان. عدد الأجهزة، أجهزة التنفس الصناعي قليلة، عدد أسرة العناية المركزة قليلة، وعدد المصابين كبير، فيضطرون إلى اختيار الأعمار الأقل، الأعمار الصغيرة لكي يضعوهم على الجهاز. يعني تحدث عن امرأة مثلا تقول عمرها 76 سنة، ما تكون قيمتها، ما تكون وضعها، لا يمكن أن أختارها وأترك رجل عمره 40 سنة يعاني من نفس المرض، فأخذ الرجل صاحب 40 سنة وضعه على الجهاز. وهكذا تحدث عن شباب بعمر 19 وعمر 17 وعمر 30 و32 و21 سنة يموتون. تحدث عن أدوية مفقودة، تحدث عن معدات مفقودة، تحدث عن نظافة غير موجودة، تحدث عن كارثة فعلية موجودة في هذه المستشفيات، تحدث عن التطعيم. دول العالم كلها الآن تتسارع يعني تتسابق في تطعيم مواطنيها، تصل إلى أعداد كبيرة، تسابق مع الزمن لتطعيم أكبر عدد من الناس للقضاء على هذا المرض. وزارة الصحة في العراق تقول أنه تحمل المواطنين مسؤولية عدم التباعد، استمرار تقارب، استمرار حفلاتهم، استمرار اجتماعاتهم المجتمعية، يعني تجمعاتهم المجتمعية، عدم ارتدائهم الكمامات، كل هذا تحملهم المسؤولية. لكن في نفس الوقت التطعيم في العراق بطيء جدا، عدد الجرعات الآن، عدد المطعمين في العراق من مجموع 40,000,000 مواطن عراقي لا يتجاوز 300,000 شخص قد تم تطعيمه، وهذا عدد قليل جدا جدا مقارنة بكل العالم، مقارنة بدول ربما في مجاهل أفريقيا أقل منهم العدد. لكن هكذا كانوا يدعون أنهم استوردوا 15,000,000 و30,000,000، كذبة كبيرة، وإذا بهم يعني صحة المواطن وحياة الإنسان العراقي لا تهمهم الحقيقة. فالمستشفيات في حالة مزرية،
أحدث مستشفى بنيت عام 89 في زمن النظام السابق. لم تبنى مستشفى واحدة، مركز طبي واحد. الوضع من سيء إلى أسوأ. الآن يعني تحدثون موظفو قطاع يعني منظمة أطباء بلا حدود، يقولون أنه يجب وضع العراق إعطاء أولوية عالمية في مكافحة الوباء، لأن فيه يتحدثون 1,400,000 نازح. الآن هؤلاء يسكنون في خيم، وهذه الخيم لا توفر فيها كل يعني أبسط وسائل العيش الكريم والعيش الصحي والعيش المناسب والتباعد والسلامة الصحية والبنية النفسية والعقلية. هذه لا يمكن وجودها في هذه الخيام. تقول أنه ما شاهدته هو جزء بسيط من الكارثة، الكارثة أعمق وأكبر. هذا مستشفى واحد، لا أعرف أين أهل العراق سيتوجهون، كيف سيواجهون هذه الكارثة. 300,000 مواطن عراقي فقط تلقوا اللقاح، والباقين التطعيم بطيء والجرعات قليلة ولا اهتمام في هذا الجانب. وزارة الصحة مثل ما قلنا تتهم المواطنين. فبالتالي العراق من خلال حديث هذه الطبيبة ومن خلال واقع الحال يواجه كارثة حقيقية، فيما يزداد القائمين على السياسة في العراق أحزاب وقوى العملية السياسية كذبا وادعاء بأنهم يسيطرون على كل شيء، وبأنهم يفعلون ما يفعلون من أجل المواطن، وأنهم يدعون المواطن الذهاب إلى الانتخابات لكي يعيدوا انتخابهم، انتخاب هؤلاء الفاسدين الذين حتى صحة المواطن يتآمرون عليها وهي في سوق النخاسة. مع الأسف الشديد الكارثة كبيرة جدا، وربما سنتحدث في حلقة قادمة عن جزء من الفساد الذي تدخل فيه وزارة الصحة من خلال هذا الوضع الكارثي. أترككم بخير وألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.